السلام عليكم اصدقائي. اليوم رحنا في واحد البلاصه اخرى، البلاصه اللي دازت واللي صورت الفيديو السابق صورته في ديك البلاصه لهذيك بالضبط في القمه، كنت طلعت تما وراكم شفتوا الفيديو السابق. الان راني هنا في هذه البلاصه هذه عند جدي، هنايا جدي، وبغيت نشارك معكم هذه القصه هذه. بغيت نوري لكم هذا المنزل اللي كل عام كنجي هنا هذه البلاصه وكندخل له، زعما كيحكي واحد القصه رائعه جدا. الناس اللي عاشوا هنا في هذا المنزل هذا أزيد 150 سنة اللي ما قدرش يعيشوا في هذه البلاصة لحقاش عندهم نقص من الماء. هذه البلاصة ما فيهاش الماء، واخا كيحفروا الآبار هنايا ما كانش الماء، عندهم صعوبة في التنقل وفي ذاك الشيء. أنا بغيت نوريكم هذا المنزل هذا، يلا ندخلوا له من الجهة الأخرى من الباب. هذا هو الباب ديال المنزل. ندخلوا، هذه يمكن كانت صالة حيت لحقاش هي حدا الباب، وكان فيها برميان يعني التحت والفوق. هنايا جوج ديال البيوت كتشوفوا هنا السراج من الفوق، هنايا عاود الدخلة ديال الباب. كما كتشوفوا اصدقائي هذا المنزل هذا كان مقسوم على زوج، كان فيه التحتي والفوقي. كما كتشوفوا باقي الجدران كما راهم، هذاك الحيط كل عام كنجي كنقول ربما غادي يطيح. هذه ازيد من 7 سنين ولا 8 سنين وانا كنشوفو هكذا في نفس، باش تشوف البني ديال القدماء شحال صحيح. وكذلك هذاك النافذه ديك السرجم كل عام كنجي وكنقول ربما غادي نتلاقاه طايح، وكذلك كنتلاقاه في نفس البلاصه. هذا المنزل هذا كيحكي واحد القصه رائعه، اذا الناس عاشوا هنايا مده كما قلت لكم اكثر من 150 عام من جيل لجيل من اب عن جد، وبقى هنايا مجرد تحفة تحفة بطبيعة الحال تحفة. شوف لا إله إلا الله، شوف البني كي داير. شوف هاد الحيط أنا اللي محيرني أنا والله، إلا كل عام كنجي كنقول ربما غادي يطيحوا البرد ولا يطيحوا الريح ولا سبحان الله يطيح بشي بلا ما، ولكن باقي صحيح تبارك الله. هاد المنزل هذا كبير، فيه بزاف ديال الغرف وبزاف ديال الكوزينات وكذلك بزاف ديال الدوشات. كنظن كانوا عايشين هنا بزاف ديال العائلات. وهاد البيت هذا، هاد المنزل مقسوم على جوج منازل، منزل كبير مقسوم، كاين المنزل الاخر هو من الجهه اللي من لهيه، غادي نمشيو له. المنزل الاخر هو منزل كبير ولكن مقسوم، هذا منزل اخر من عندو الباب ديالو من كيدخلو. هذا هو المنزل الاخر اللي مشروك مع المنزل كما كتلاحظوا. هذا الباب ديال المنزل، ندير واحد طلة تشوفو تشوفو البيت، بيت طويل عنده الدوش ديالو هنايا، هنا فين كيدوشو. باقيين دوك الخشبات واقفين. واحد البيت اخر، هاد البيت هذا باقي صحيح من داك الوقت هذاك باقي. هذا بيت عاود باقي كما كتلاحظوا، شوفوا باقي عاد صحيح، الخشبات ديالو باقيين.
واحد البيت اخر الترجم ديالو هذا بيت اخر كانوا كيديروا البيوت كبار كبار تشوفوا واحد البيت اخر هذا واحد البيت اخر عاود هذه الباب هذه الباب باش تخرج عنده جوج بيبان باب من لهيه اللي دخلنا به وهذا الباب من غادي نخرجوا نمشيو عندهم كذلك هنايا واحد منزل متصل بالمنزل الاخر ما عرفش هاد واش كانوا يديروا فيه الماشيه ولا كانوا يديروا فيه شي حاجه ما عرفش المهم عده منازل متصله ببعضها ببعض يعني ما كانش واحد المنزل واحد ولكن كاين منزل كبير وفيه مقسم حقاش بكري كانوا الناس كان الجد فيما كيزوج ولدو كيقسم له شويه كيعطيه واحد جوج بيوت ولا كوزينه وكذا كيقسمو هذا هي الطريقه اللي كيديروا الناس القدامى فيما كيتزوج الولد كيقسم له وكيخرج له باب ديالو هذا هو المنزل اللي كنا فيه كنظن الاحفاد اللي بقاو هجروا لمدينه فاس كنظن في التسعينات على ما كيقول جدي حسب الروايات اللي كيقولوا جدي كان يسكن حداهم قريب الحياة هنا صعيبة بطبيعة الحال الماء قليل والتنقل راك عارف في وقت الشتاء كتكون الدعوة طرقات كلشي مسدودة بالنسبة للدراري الصغار خصهم المدرسة خصهم بزاف ديال العناية داكشي علاش كيهجروا الناس للمدينة هذه هي السلام عليكم